في هذه المواضيع تهمني أنا جدا. أحسنت. موضوع أو مجال جدا كبير وله محبينه وله اهتماماته الكبيرة. محمد كيف كانت البدايات في هذا الموضوع؟ وأنا أشوف محمد اليوم فاتح يعني ما شاء الله تبارك الرحمن بابنا باب الرزق، فاتح عائلة ومتزوج وعنده ولد نسأل الله عز وجل يصلحه، وكله من هذا الباب. الحمد لله. كيف كانت البدايات وكيف تنصح الشخص يدخل في هذا المجال؟ هل تنصح كل شخص أو لا؟ أول شيء هو يعتمد الموضوع هذا على موهبة. نعم. والموهبة يحتاج لها من ينميها. يا سلام. وبعدها الشغف. الشغف هو المحرك الأكبر. يا سلام. الشغف إن وجد في الشخص يعني في أي مجال، مو الترفيه فقط أو المهرجانات، في أي مجال يا سالم، في أي مجال إن وجد الشغف والناس اللي حولك الداعمين لك وما في أي محبط ولا أي يعني شيء يعيقك في المجال اللي أنت تحبه أبد يا أخي. عقلها وتوكل مثل ما يقولون. طيب كيف كانت بداياته وكيف دخلت أصلا في هذا المجال؟ احنا نعرف لاعبين كرة القدم تسأله كيف بدأت يقولك من الحواري. ايه؟ احنا كيف بدأنا من الإذاعة. إذاعة. على طول هذه معروفة الإذاعة المدرسية هي اللي تخليك يعني تكتشف عندك الجراءة. صحيح. وبعد الجراءة بحكم اني يعني قائد مسرحي وقائد مجموعة. ومقدم ما شاء الله. ومقدم اللهم لك الحمد. فيعني شوي شوي لما يجيك مدرس يكتشف عندك هالموهبة. جميل. ويحصل فيك شخصية القيادة. يسلام. وبعدها تتوكل على الله. جميل. اليوم محمد كم طاقمك؟ ما شاء الله بدينا 4 أشخاص إلى 8، إلى الآن وصلنا الحمد لله 51 شخص. ما شاء الله. طيب مقابلة للزيادة طبعا. ما شاء الله ما شاء الله. عارف لك واحد يقول ممثل لاعب شاعر ترى ممكن يصير يعني مع الشباب 52. أي يا حبيبي يفهمني يفهمني. أنا أتذكرك مع الموضوع. على طول نوقع العقد الآن على طول. الوظيفة حالية يا محمد. بس وين بتحطه؟ وين؟ هل هو ذاك اللي طويل العملاق؟ والله إنه بلشانين الآن قاعدين يضربون في الأسعار. تكفى درب يومين والثالث العيد على طول. شكرا الله بشعتك بس لازم تأمين لأني 2-3 اللي عند الباب حرف الله يعطيهم كتكش تكش. طيب أيوة الله. محمد الواحد 52 شخص الآن ضمينا جه 52 شخص هلا هل هم مؤسستك أنت الخاصة أو أنكم كلكم تبع مؤسسة؟ طيب احنا طبعا مجموعة ما بعد صرنا مؤسسة. جميل. نشأنا مع بعض كلنا من أعمار من سادس ابتدائي نشأنا مع بعض. مش طبعا الواحد وخمسين هذول مع السنين اللي. نعم. طبعا احنا بدينا 1427. ما شاء الله ما شاء الله. يعني بدينا الأساسيين 10-8 إلى ما كل واحد جاب المعارف والمواهب. وكل ما رحنا مهرجان ولا طلعنا من كاريزما ما شاء الله الأول النسخة الأولى. كل واحد يقول لك أنا ودي أدخل معكم ودي وأنا عندي مهارات وعندي مهارات وعندي. فمو على طول يعني خذني جيتك مثل ما يقولون زي يعني 51 ودخل معكم واحد. هذا واسطة. هذا واسطة وحادك الوضع بعد الفيتامين واو ومحتاجين هالأيام. جايين على موسم عيد. إيه فنحتاج. والله أبشر كيف والله. خوف والله ترى ما يردني ترى سلطان دايم. أنا شفت الحضور ورعان فكيت رجلي وقعدت ألعب معهم. إن كان شيء. وإن كانهم شيء باني طول عمر قعدت طول عمر أقول. قهويتهم وسالت بحب ودريت. نحتزم فيك. حتى مشي مع مثلهم كذا. الله يوفقك. أمين. محمد أكبر مهرجان كان لك. أكبر مهرجان الجنادرية طبعا. كم كان عدد الحضور؟ 10,000 متفرج. ما شاء الله تبارك. وكل الحضور 10,000 يتابعون. وما أخذ هم كيف أضحكهم ذولي كلهم. وترى في حديث بمعنى الحديث إنه يعني الأجر من أعظم الأجور إنك تدخل السعادة على قلب مسلم. هذه ترى شيء عظيم جدا جدا. فكنت ما أخذ همهم كان بينهم أمراء وواجهة في المجتمع وشخصيات. فأنت يعني بهالطريقة لازم إنك تعطي كل ما عندك. محمد معليش بس انا يعني بيضحك يعني وش الذبه اللي بقولها تضحكهم اذا ما اضحك تعبي اذا ما ضحكوا وش ردت فعلي قبل الذبه. هل سؤال قول هل يكون معك خلنا كل يوم شفافين اليوم واضحين. يا سلام. هل يكون معك في الجمهور ناس خلنا اصدقاء يحبون محمد لو يقول السلام عليكم يضحكوا له؟ طيب حلو ممكن مع محمد 100 والقاعة 10 بيطلع بايخ. انا اقول لك 100 دول يضحكوا طبيعي يضحك مع كل واحد 3. طيب قبل الذبة لازم القبول. أنت يا شخص كمقدم على المسرح إذا ما لك قبول والله ما يضحك لو تجيب أقوى نكتة في العالم. منو أقوى وإنسان يضحكنا في الواقع عندنا صدصد بس غيره. أنا الشيبة على ما قالوا. هذا إن شاء الله بإذن الله في قادم الأيام في كاريزما راح يكون مع فقرة الشيبان. يا سلام هذه حصرية. شوف هاي ناصر شوف في الصبح الصبح لا 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 حطوني في الليل يا رجال. لا الصبح الساعة 11. أيوه
ورات 11 يا رجال انا شايب ليل هذولك شيبان صبح يا رجال قلت كم خلاص قلت كم فهمت مع مبارك الاكلبي بن بختان اوه اللي يقول ابشر بشعت ايوه اللي يقول ابشر بشعت سلام ونعم ونعم والله ونعم يسلم فاول شيء القبول وطاقم العمل اللي معك وحنا فرقه ما سموها فرقه ولا مجموعه الا اننا مكملين بعض يا سلام والكمال لله سبحانه وتعالى طيب نبي ندخل في لغه الارقام قول بمثال محمد بال 53 شخص او ارسلت معكم ترى 53 انا انت عرفت اللي قد عرفت اللي يقول بقدف سلطان عشان اجي واضحه دي واضحه العقد الان نجيبه سلطان شد لي وقطعك عشان نساعدك نساعدك ترى اول عيد ثاني عيد فاضي ما عندي جاي اول هذه مرتبطين فيها لكن بنشوف ثالث العيد ورابع عيد برضه فاضي بنشوف ممكن ترى الى سابع العيد بنشوف ممكن انا من الحين فاضي من الحين بعيد معك المستودع بيله تكفى جرد في فلوس بس احنا ما نمشي الا بالفلوس انت فلوس ما عندي مشكله جرد شل عد تصوير اي شيء طيب محمد الان كفرقه محمد السالم بتقدمون جاكم اي خلينا نقول اي جهه تبغاكم تقدمون عندها حفل كمل كم السعر السوقي لهذا المجال طبعا ما بصير رسمي انت طلبت انه يكون شفاف حلو لكن حتى انا يوم اجي اتكلم مع الجهه نفسها ويطلب مني سعر ما ابي ارمي له سعر انا على طول مباشره أبطلب الوقت كم عندك كم ساعة الفعالية. إذا كانت مواسم المواسم طبيعي يزيد يعني المبلغ عطنا أرقام بناء على إيش الأرقام بناء خلنا نقول بناء على أنها جهة حكومية واحد اثنين موسم الواتساب عيد. حقك شغال برسل لك تكفى لا تحشرني برسل له بالسناب ولا بالواتساب لا تحشرني لأنك أنت الحين ممكن تخرب عليه يمكن هو مثلا متفق مع الشركة مثلا مبلغ قدره مثلا نقول 100,000 يجي الشركة الثانية مثلا يقول 70 يقول 70 لا يمكن يقول 150 الحين انت لو قالهم 150 يقول انت ذاك اليوم في اللقاء قال 100 وهذه ترى تصير خربت علي بس هذه معناه مو تلاعب لا يا اخي معناه السوق طبيعي سوق زي السوق يوم مرتين السوق واحيانا يكون والامكانيات والاغراض عندك وغض النظر عن هالاشياء عندك 53 موظف يا وانت برضو ترى 53 معلومه مهمه اللي شاهدنا مو كلهم يطلعون في فعاليه واحده طبعا العيد الان ماسكين لنا ممكن ثلاث مواقع جميل قولوا ما شاء الله عيد 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 اقول ممكن ماسكين في العيد اول يوم في العيد ثلاث مواقع ما شاء الله اللي تبعنا قولوا ما شاء الله المسؤول ما شاء الله الله يبارك فيك المسؤول عن 53 هل هو محمد اللهم صل على محمد الهرم ويتفرع منه ايوه شوف هي شغله بقول لك يا سلام انا يهمني الاصل خلينا نقول الشخص الاول في الفريق هذا هل هو محمد او اي نعم يعني الاول انت محمد اني مؤسس الفرقه وصلت خير يا صوت ما هو واصل خير ما شاء الله يعني هو شوف يعني انت عندك العيد كذا غرب الرياض عندي يا سلام الشرق الله بس ارتحت خلاص كذا خلاص من الان من الان سلام. العقود موجوده في السياره ترى اول باول يوقع والله انا احب اللي يوقع من اول علشان اضمن حقي الله يبارك لك اللهم والله يزيدك من فضله ونحبك وهذا المجال اللهم لك الحمد الدوله جالسه تدعمه يعني وزاره السياحه جالسه تدعمه وتستاهلون كل خير لانكم جالسين تقدمون اشياء تدخل سرور على مسلم واشياء كذلك سبحان الله انا جالس افكر قبل كم يوم ان من الاسباب اللي الله عز وجل يرزق فيها العبد ان هذا الرجل ترى عنده ناس موظفين وهؤلاء الناس فاتحين عوائل الحمد لله فالله عز وجل دائما كذا يرزق ويبارك اذا صدق وانت باذن الله نحسبك والله حسيبك انتم معك انكم من الصادقين اللهم وبالاضافه طيب. انه معليش يا رحت. سالم كاريزما لهم فضل علينا كبير بعد الله عز وجل نقله نوعيه يعني نقلة نوعية نزلونا بعد ما اختارونا من ضمن 26 الحمد لله وصلت للنهائي ورقيت البرايم النهائي وكان هدف من الأهداف وأنا جاي في الطريق أشوف البث يقول سلطان يقول أنه لازم الشخص إذا دخل برنامج يكون بني له أهداف في يعني في شخص يدخل البرنامج على البركة كأنه سلطان وصدصد أحسنت فهم بس هذا 1% يعني طيب مو بالكل ويجيك البعض لا انا راسم لي خطه في نهايه البرنامج ابي اوصل لها نعم يا سلام فالحمد لله اني ركزت فتره من الفترات البرنامج جزء كبير على الفرقه والمجموعه جميل. ونقلنا نقله نوعيه كبيره اللهم لك الحمد الى يومكم هذا هي من اسباب البرنامج هذا اللهم لك الحمد فلما يكون الشخص مركز على اهداف إيه؟ فتخدمه بعد البرنامج بشكل شكل جدا كبير بشكل كبير جدا نفس الحفل اللي جيناك يوم بعد ما طلعت بالبرنامج انتم يعني. بعد برنامج جنتل صحيح اي طلعت البرايم وجيت كان بعدها بعد كاريزما احنا مشينا للجنوب مسكنا 3 شهور هناك طبعا لاجت الحفل اللي جيتكم فيه اي برضو اي ما شاء الله كان اي كان ماسكين برضو بس فعالين. كان بس اني كنت انا اقوى منه
حقيقي هذه الحقيقة تنقال. كنت أتحداك إذا ناظر فيها أقول بس إني أنا اتجهت مجال ثاني ولا كان بنفسي. عطور عطور على طول. الله يقبل الوجه. اللهم آمين. وكل سبحان الله كل في مجاله. نعم. كل رزقه مكتوب. وأسأل الله عز وجل يرزقكم جميعا. آمين.